السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة ضحايا طبيب الغلابة الدكتور أحمد جودة. طبعا ضحايا هذا الرجل يملؤون مصر بكافة المحافظات وكل الدول العربية. ناصب على الضحايا المصريين 700 جنيه من كل فتاة، الفتاة بتحول المبلغ عن طريق فودافون كاش وبعدين لا يرسل أي شيء. كذلك الضحايا العرب يرسلون 500 دولار عبر ويسترن يونيون ثم لا يرسل أي شيء. طب الشيء اللي هو بيرسله ده أصلا هل له قيمة؟ دي هرمونات مضرة جدا للصحة، مضرة جدا للصحة وغير مسجلة بوزارة الصحة وضارة بصحة البشر. إن فتاة نحيفة تستخدم معها الهرمونات بحجة إن أنت تزود لها الثدي أو مناطق الأنوثة، فأنت كده بتدمر النظام الهرموني بتاع جسمها كله، بتلعب فيه، بتعمل اضطراب، وبناء عليه لما تيجي تتجوز مش هتخلف. طبعا احنا بفضل الله ثم بفضل دعمكم نجحنا في غلق قناته اللي هي كانت على اليوتيوب، دلوقتي فتح قناة جديدة مسميها عيادة الدكتور أحمد جودة. عيادة الدكتور أحمد جودة استشاري تغذية ونحافة، وكان له أسماء عديدة. أحمد جودة ده اسم، كان قبل كده اسمه الدكتور أحمد باهر استشاري تغذية ونحافة، قبل كده كان اسمه الدكتور إبراهيم المنصوري، كان قبل كده اسمه الدكتور نور الدين المنصوري، كان قبل كده اسمه الدكتور أحمد راجح، قبل كده اسمه الدكتور وليد السيد، كان قبل كده اسمه طبيب الغلابة، وليه صفحة على الفيسبوك اسمه طبيب الغلابة، وقبل كده كان عنده قناة اسمها عيادة حواء. عيادة حواء، انتظري ثانية، احنا دلوقتي كل الضحايا عاملين لهم جروب على الفيسبوك وعملنا اجراء ايجابي. طبعا هو بيغير اسمه لكن لن يستطيع ان هو يغير شكله، لن يستطيع ان هو يغير صوته، لا صوته هيتغير ولا اسمه هيتغير ولا مكان البث اللي بيبث منه برضه هيغيره، حتى لو غيره هنتعقبه. طبعا احنا عملنا اجراءات الابلاغ لكل ضحيه، بتعمل ايه؟ بتسجل سيديهاية وبتحط اسامي الدفع عليها وبتحط محادثات الواتساب عليها، ونروح لمباحث الانترنت في مديرية الامن الخاصة بكل محافظة ونبلغ عن الشخص ده، اسمه ابراهيم، اسمه محمد، اسمه وليد، اسمه عيادة حواء، اسمه واحدة ست، ما يهمناش. احنا يهمنا الشكل ويهمنا الصوت بتاعه ويهمنا مكان البث بتاعه. هتتعقبوا الجهات الرقابية، ودلوقتي في حوالي 6 قضايا جنح نصب واحتيال ضده وضد مكان البث اللي بيبث منه. طبعا هو اساسا هو بيقول انا طبيب، هو مش طبيب، هو لسانس حقوق، هو لسانس حقوق. فخلي بالكم، وانا هحط لكم الصوره بتاعته من بره على الفيديو بحيث الناس في مصر وفي الدول العربيه ياخدوا بالهم. يا جماعه ده مثال سيء للمصريين، بس مصر مش كده، دي عينة شاذة، واحنا اهو بنحذر ضده، بنحذر ضده. مفيش بنت ثديها صغير تروح تاخد هرمونات او تروح تتابعه او حد يتغر ان هو بيتصور مع فنانين او مع ممثلين او مع احمد زاهر او مع بنت احمد زاهر او اي فنانين، ما يخشكوش الكلام ده. الراجل ده نصب وله ضحايا عديدة، واحنا سنتعقبه الى ان يتم القبض عليه. تمام، هكتب لكم
في صندوق الوصف في اول تعليق المسميات العديده بتاعته: احمد جوده، احمد باهر، ابراهيم المنصوري، نور الدين المنصوري، احمد راجح، وليد السيد، طبيب الغلابه، عياده حواء، وهحط لكم الصوره. من لما تشوفوا الصوره دي تعرفوا ان الراجل ده يعني استغفر الله العظيم. خلي بالكم، ويا ريت اللي يشوف الفيديو يشاركوا مع الناس عشان الناس كلها تتوعى وتاخد بالها من الناس اللي بتنصب عليها وبتدمر صحتها. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتم لاي طبيب ولا اي صيدلي ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو، ميا موري سينوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.